طيب اقول حضرتك حاجه، اللهم صل على النبي، لما بيكون الخشبه لسه هتخش باب التراب، ربنا يطول في عمرك، وياك فاحنا بنلاقي الخشبه حودت وبصت علينا، يعني الخشبه بتلف تلف ولها بصت علينا كذا مره، حصلت الحكايه دي. فالموضوع ده ايه يعني، الميت بيشوفنا قبل ما موضوع خرافات ولا إيه؟ موضوع نعم؟ خرافات كلها، والذين يحملون النعش هم الذين يوجهونه، وهذا يحدث كثيرا في أوساط الجهلة، فأحيانا في القرى مجموعة من الأفاكين يحملوا النعش ويأتون أمام قبر شيخ ميت قديم من الذين يسموهم الأولياء ويثبتونه، والنسوة تصيح والصبي يصيحون، الشيخ وقف يسلم على الميت، وقف يسلم على الشيخ، كلها خرافات ودجل. بارك الله فيك، لا تلتفت إلى هذا، فهذا نوع من العبث. بارك الله فيك.